هولندا عارفينها. اليوم نحن من امستردام، فنتمشي شويه بنوريكم بعض الاماكن الحلوه في امستردام وايش تشتهر. طبعا اكثر شيء تشتهر فيه الحشيش والبطاطس، الشيبس اللي هو البومس بالالماني، وهذه الزغاطيط بالعدني، الشوارع الضيقه فيها تعتبر شوارع مشهوره وحلوه جدا للسياحه، وزي ما انتم شايفين على زحمه فيها من سده السياح. خلوكم معانا بنشوف فين بنروح. نديكم شارع الحشيش، شو تروحوا شارع الحشيش اللي يشتي يكتب بالتعليقات. اغنى اشكال الوان عارفينها. شباب وصلنا لمكان اكيد الكل يحبه، اللي يعرف المحل هذا يقول لنا محل ايش. طبعا المحلات زي كذا موجودة كثير في هولندا ومشهورة جدا، هي محلات الكافيه تبعهم. وتعالوا خلينا ندخل داخل نوريكم بعض المنتجات اللي يبيعها المحل هذا، والشاطر فيكم يقول لنا ايش يبيع. هذا يبيع كل شيء بنكهة الحشيش، بسكوت، نعانع، لبان، كل شيء، كل ما يحب قلبك زي ما انتم شايفين. هاي عصاير، كل مستلزمات الشيشة تبع الحشيش موجود هنا، كل الأشكال اللي انتم شايفين. وهذه تعتبر طحانة الحشيش. المحلات هذه طبعا موجودة في هولندا ومشهورة بشكل غير عادي، كميات كبيرة جدا، محلات في كل مكان. يلا خليكم معنا على باقي المحلات اللي بنزورها. هذا الشارع يعني بشارع عادي جدا موجود كل شيء انت تحبه، كل ما يحب قلبك. خليكم معنا بنكمل اللفة. من الحاجات اللي عجبتني في هولندا محلات النعناع اللي بهذا النظام، هذاك محلات حشيش، اما هذا محلات نعناع. تاخذ علبة من هنا وبالجرام يبيع لك، او كيس 100 جرام ب 2 يورو ونص، وتشكل زي ما تحب. في انواع هذه فوق فيجان، يعني ما فيها جلاتين، اللي عليها النقطة الزرقاء، هذه النقطة الزرقاء. الانواع لا تعد ولا تحصى، هذه شوكولاتات فوق. والله دخلوا العيال اخذوا لهم من كل الاشكال، قننوا فيني، طلعتهم قلت لهم الان دوري اكلتوا، يلا خلينا ندخل اصور. هذا الاسود بصراحه جربته مش هذه المره، من قبل طعم الاسود بشكل عام. اذا حد يعرف في نوع اسود محدد وطعمه حلو يقول لي، في بعض الناس يحبوه سبحان الله. وهذه الاطلالة من فوق على الشارع، خلوكم معنا لاخر الفيديو. وهذه ساحة امستردام وصلنا اليها. والشاطر يقول لي علم ايش مرفوع وسط هذه الساحة، علم فلسطين. خلينا
مصري الحرة. آه يا هولندا أمستردام، عارفين هنيدي دوخ بكم صح؟ هذه من معالمهم الأثرية، تعتبر الطواحين المائية. الطواحين المائية هذه كانت تطلع من قناة مائية إلى قناة مائية ثانية، شفتها تحت القصر، يعني ترفع المي من مستوى واطي إلى مستوى أعلى، وكانوا يستفيدوا على قولتهم الطعي، يطحنوا منها القمح كمان. وزي ما تشتهر هولندا كمان بالجبن والأبغار، الألبان يعني بشكل عام. حلوة للسياحة بس ما أنصحك تجي أنت وعيالك، تعال لنفسك كذا شبابي، خليك كذا تستمتع، تشوف، تتمشى، وأهم شيء وسط المدينة والزغاطيط، الحواري الضيقة هذه تقولها بكثرة. هذه غوارب أمستردام المشهورة اللي الناس تطلعها وتمشي فيها، تطل في أمستردام الغنوات المائية. وصلوا على النبي واذكروا الله ولا تنسونا من دعائكم، وخلونا نشوفكم في فيديو آخر. لا تنسوا الاشتراك واللايك والمتابعة. هذا جاهز بيتحرك الآن، يلا سلامتكم.